السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم. اللهم آمين. أذكر نفسي وأذكركم بأن نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى في حضور هذه المجالس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة علينا جميعا وأن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 12 من شهر محرم الحرام، سنة 44 و400 وألف من هجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 10 من الشهر 8 لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام عيسى ابن مريم، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع التلخيص المختصر، مختصر المقنع، وللشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 1403 من الهجرة. ووصلنا إلى باب التيمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين وللحاضرين أجمعين، واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. دليله قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تعريف التيمم لغة: القصد، وشرعا: استعمال تراب مخصوص للوجه واليدين. حكمه: واجب عند تعذر استعمال الماء، والتيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها. نعم. باب التيمم. التيمم خصيصة لهذه الأمة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده. وهذه نعمة عظيمة جداً من الله تبارك وتعالى. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، الآية، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. والتيمم هو القصد، تقول: يممت وجهي، أي قصدت، ويممت الحج، قصدت الحج، يممت بلاد الفلانية، أي قصدت البلاد الفلانية. لكنه شرعا استعمال أو قصد إلى تراب طهور لرفع حدث أو استباحة عبادة. وهناك شروط أخرى يضيفها البعض، خاصة عند الحنابلة، كأن يكون مباحا، وسيأتي إن شاء الله ذكر شروط صحة التيمم. وهو واجب لأنه بدل عن الماء أو مبيح للصلاة، فلا تصح الصلاة بدون تيمم لمن فقد الماء واستطاع أن يتيمم. ثم إذا عجز عن الماء وعجز عن التيمم فهذا ما يسميه أهل العلم بفاقد الطهورين. فاقد الطهورين. نحن الآن تكلمنا عن واجد الطهور الأول أو الطهارة الأولى، وهي الوضوء. فمن عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: شروطه ثمانية. المقصود بشروطه أي شروط صحته. شروطه يقصد شروط صحة التيمم. نعم. الأول: النية. الثاني: الإسلام. الثالث: العقل. الرابع: التمييز. الخامس: الاستنجاء أو الاستجمار. هذه الشروط كلها ذكرت في شروط الوضوء. هذه الشروط الخمسة كلها ذكرت في شروط صحة الوضوء. النية، إذ لو تيمم بدون نية كأن يقول له إنسان: أنا لا أحسن أن أتيمم، علمني، فيقول: افعل هكذا، ثم قال: أنا تيممت. لا، ما تيمم،
لأنه لم ينوي التيمم. لابد أن تكون هناك نية للتيمم. الإسلام كما أن الوضوء لا يصح من الكافر، كذلك التيمم لا يصح من الكافر. فلو قدر أن كافرا تيمم ثم بعد ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال الآن أريد أن أصلي لأني تيمم، تقول لا، تيممت حال كفرك، لابد أن تتيمم مرة ثانية حال إسلامك، فلا يصح التيمم من كافر طبعا إذا لم يجد الماء. هذا الكلام العقل، لأن المجنون غير مكلف وبالتالي لا نية له، لا نية له. وكذلك غير المميز، والمميز هو الطفل الذي يفهم، الصبي الصغير الذي يفهم يقال له مميز، يعني أبو 6 سنوات وما صعد 7 سنوات هاي يسمونه مميز، يفهم، يقول يفهم الكلام ويرد الجواب، هذا المميز. أما أصغر من ذلك أبو 5 سنين 4 سنين هذا غير مميز. ولكن لو تيمم لا يحسب له التيمم، كما أنه لا يحسب له الوضوء لأنه لا نية له. نعم. قال والاستنجاء أو الاستجمار هذا إذا احتاج إليه، إذا قضى حاجة، أما إذا لم يقضي حاجته، انتقض وضوءه بنوم أو انتقض وضوءه بلمس امرأة أجنبية على خلاف هذه المسألة، أو بأكل لحم جزور أو بريح أو بصوت أي شيء، المهم ما يحتاج يروح الحمام، ما يحتاج يستنجي، يستنجي ويستجمر إذا بال أو تغوط. الاستنجاء والاستجمار إذا كان هناك شيء خارج من السبيل كبول أو غائط. نعم. الشرط السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي إلا ركعتي الطواف. نعم، دخول وقت الصلاة، لأن الأصل بالتيمم أنه بدلا عن الماء، فقالوا أنه لا يصح أن يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ويقال إنه فاقد للماء، لأنه إلى الآن ما يجب عليه الوضوء، فلا يقال له فاقد للماء إلا عندما يريد أن يستعمل الماء. ومن قال إن التيمم بدل عن الماء لا يشترط دخول الوقت، لا يشترط دخول الوقت، لكن على المذهب يشترطون دخول وقت الصلاة. فلا يصح إنسان مثلا يتيمم الآن لصلاة العشاء يقول أنا فاقد الماء، أقول انتظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء ولا تجد الماء تيمم بعد ذلك. قال يستثنى من ذلك ركعتا الطواف، لأن ركعتي الطواف تصليان حتى في أوقات النهي، ركعتا الطواف تصليان، لو طاف الإنسان بعد العصر لو طاف بعد الفجر فإنه يصلي ركعتي الطواف. أما عموم النفل المطلق فإنه لا يستحب، يمنع منه الإنسان في وقت الكراهة. وتأتينا أوقات الكراهة إن شاء الله تعالى باختصار، هي من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وقبل الزوال بربع ساعة أو ثلث ساعة اللي هو عند كون الشمس في كبد السماء، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات النهي. نعم. الشرط السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر. نعم، تعذر استعمال الماء، يعني لا يتيمم الإنسان إلا إذا لم يستطع أن يتوضأ، ولا يستطيع أن يتوضأ إما لعدم الماء أو لخوفه باستعماله الضرر. لعدم الماء لا يجد الماء، عادم للماء، أو يجد الماء ولا يستطيع الوصول إليه، كان يكون في بئر وليس عنده دلو حتى يأخذ من البئر، أو يوجد بئر لكن عند البئر رجال يريدون أن يقتلوه مثلا هو مختبئ منهم، أو هناك بئر لكن عنده ماء ولكن عنده حيوان مفترس مثلا يخاف منه، هذا كعادمه، أنه لا يستطيع أن يصل إلى الماء، فهو كعدم وجود الماء، يعتبر الماء في حقه معدوم، فلذلك معدوما، لذلك يقال له تيمم لأنه عاجز عن استعمال الماء. النوع الثاني غير عاجز عن استعمال الماء لكن الماء يضره، الماء يضره، كان يكون فيه جرح مثلا والماء يضر هذا الجرح، أو يكون البرد شديدا ولا يملك ماء يسخن به الماء. فجاء في الحديث أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر، فأصيب أحدهم في شجة في رأسه، ف
فاحتلم فقال لأصحابي هل تجدون لي عذرا ألا أغتسل لأن وجود الشجة هذه والدم وكذا، قال هل تجدون لي عذرا ألا أغتسل، قال لا نجد لك عذرا، فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وقال قتلوه قتلهم الله، لولا سألوا إذ جهلوا، ألا إن شفاء العي السؤال. فهنا هذا الإنسان عنده الماء لكنه يضره هذا الماء، كذلك أي ضرر يقع الإنسان من الماء فإنه له أن يتيمم. وكذلك عمرو بن العاص أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فاحتلم ثم تيمم وصلى بهم هو الأمير، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت بالناس وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت كان الماء باردا والجو بارد وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه موافقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ، لا يسكت عن الخطأ، يعني لا يترك الأمور هكذا تمشي ولا يعلق عليها لو كانت حراما أو كان وضوءه باطلا، كان نبهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر الحكم عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم. نعم. الشرط الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. نعم، أن يكون يعني التيمم بتراب، أن يكون بتراب، وهذه القضية أن يكون يعني بتراب، يعني هذه في مذهب أحمد رحمه الله، والجمهور لا يشترطون التراب وإنما يقول يجوز التيمم بالرمال، والتراب هو الذي له غبار والرمل الذي ليس له غبار، ويجيزون التيمم على الحجارة، ويجيزون التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا أي كل ما صعد على وجه الأرض. والتخصيص بالتراب إنما جاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية عند مسلم وجعلت تربتها طهورا، وجعلت تربتها طهورا، قالوا فخص التراب، فخص التراب. والجمهور على أنه ليس يشترط، لا يشترط التراب، وهو أيضا قول في المذهب أنه لا يشترط التراب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قول الثاني في المذهب أنه لا يشترط التراب، وإنما كل ما صعد على وجه الأرض يجوز التيمم به. ولذا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على جدار صلى الله عليه وسلم، ولما خرج إلى تبوك صلى الله عليه وسلم، تبوك أرضها رملية ليست ترابية، في الطريق تيمم صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يشترط التيمم بالتراب، وإن كان التراب أفضل لنص الحديث وجعلت تربتها طهورا، في التراب أفضل من غيره، ولكن لا يشترط على الصحيح، وهو القول الثاني في المذهب. قال يكون بتراب مباح، يعني لو كان التراب مغصوبا أو مسروقا فلا يصح المذهب، والقول الثاني يصح في التراب غير المباح، لكن لا بد أن يكون طهورا، لو تيمم بتراب النجس أو برمل النجس لا يصح، كما أنه لو توضأ بماء النجس كذلك لا يصح هذا الوضوء. غير محترق، غير محترق لأنه إذا احترق فإنه يكون أصابته النار كالخزف مثلا، هذا تراب محترق يحرقونه، والإسمنت مثلا، طيب يقول لا يجوز تيمم بهذا، هذا صحيح كان تراب لك احترق، ولكن الصحيح وهو القول الثاني في المذهب أنه يجوز تيمم بكل هذه الأشياء، التراب المحترق والرمل وكل ما صعد على وجه الأرض، حتى في السبخة، الأرض السبخة الصبخة نسميها هذه الأرض السابخة، كل هذه يجوز تيمم فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال له غبار يعلق باليد، قلنا هذه صفة التراب، التراب يكون له غبار يعلق باليد. نعم.
يلزم عادم الماء طلبه إذا دخل وقت الصلاة في رحله وما قرب منه عادة في جهة من جهاته الأربعة، وبدلالة ثقة ولم يخف فوت وقت صلاة ولو للاختيار أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ويلزمه أيضا شراؤه بثمن المثل وشراء حبل ودلو. نعم، يقول يلزم عادم الماء طلبه، يعني الإنسان إذا لم يجد الماء يقول ابحث عن الماء، ما يجلس هكذا يقول ما في ماء، طيب شوف يمكن في ماء، يمكن قريب منك في نقعة ماء أو بئر أو ناس عندهم ماء، أو يعني ابحث عن الماء أول شيء، ليس فقط بس ما في الظاهر ما في ماء، ما يصير الظاهر ما في ماء، لابد أن يبحث عن الماء. قال يلزم عادم الماء طلبه إذا دخل وقت الصلاة في رحله، يبحث في رحله هو، وما قرب منه عادة من جهة في جهة من جهاته الأربع، يعني يمين شمال أمام خلف، يدور فوق وتحت ولا يكفي؟ يكفي، ها نعم يكفي، يمين وشمال وأمام وخلف الجهات الأربع يبحث فيها عن الماء. قال وبدلالة ثقة، يعني إذا يجد أحدا يسأله مثلا يقول في ماء قريب هنا، ما يتيم لعله يكون هناك ماء قريب مثلا، يسأل عن الماء. قال ولم يخف فوت وقت الصلاة ولو الاختيار، يعني إذا لم يخف فوت وقت الصلاة، يعني مثلا الإنسان يصلي العصر مثلا، في أول وقت العصر يبحث عن الماء حتى يجده، لكن إذا كان باقي على المغرب مثلا عشر دقائق مثلا، هو يخاف الآن يفوت وقته الصلاة، فهنا نقول لا تيمم وصل، إذا كنت تخاف فوات وقت الصلاة، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، لكن فوات الوقت ليس له بدل، فهنا يكون كالمضطر إلى التيمم. أو رفقة أو على نفسه، يخاف فوت الرفقة، يعني معاه أصحابه يقول نبحث عن ما قبل نمشي عنك يا جماعة، نبحث عن نمشي عنك، فيخاف على نفسه يمكن يضيع يمكن ما يدل يمكن كذا، يحتاج إلى هؤلاء الرفقة، فهنا له أن يتيمم. كذلك أو خاف على نفسه، إن خاف على نفسه من حيوان أو غيره له أن يتيمم كذلك. أو ماله كذلك، إذا كان ماله عنده وإذا ذهب يبحث عن الماء يخشى أن أحد يأتي ويسرق هذا المال، وليس بضر المال دنانير يضعها في جيبه، قد تكون الأموال غير ذلك، قد تكون من الإبل، قد تكون من البقر، قد تكون من الغنم، قد تكون أمواله يعني كثيرة لا يستطيع حملها. فعلى كل حال إذا كان يخشى أن تفوت الرفقة أو يذهب ماله أو تذهب نفسه، فله أن يتيمم فيها مثل هذه الحالة. قال ويلزمه أيضا شراؤه بثمن المثل وشراء حبل ودلو. هذه المسألة فيها خلاف في المذهب، يعني هل يلزمه شراء الماء؟ يعني ما وجد الماء إلا عند واحد قال أبيعه، أقول له أنا محتاج الماء، تبي بيع، بذل ما أبذل، بيع تشتري الماء. هناك قول في المذهب يلزمه الشراء، هناك قولنا والأشهر في المذهب أنه يلزمه الشراء إذا كان بثمن المثل. ثمن المثل كيف؟ يعني الآن لو كانت القارورة الآن تباع في البلد مثلا بدينار، مثلا قارورة الماء تباع بدينار، فهو الآن لا يجد الماء وواحد فقط يبيع الماء، قال لا أبيعه بدينار، قال يلزمه لأن هذا ثمن المثل نفس الثمن، قال أبيعه بدينار ونصف، يقول هذه زيادة يسيرة، لكن إذا قال أبيعه بعشرة دنانير هنا بالغ في الثمن، قال هنا لا يلزمه، لا يلزمه أن يدفع 10 دنانير لأن هذا يستغله، طيب أو أجحف في ماله مثل محتاج هذا المال مثلا، فهنا له أن يتيمم. إذا الأصل أنه لا يتيمم إذا وجد الماء، لا يتيمم حتى يبحث عن الماء، لا يتيمم إلا إذا كان يخاف فوات الرفقة، لا يتيمم إذا كان يستطيع شراء الماء، لا يتيمم إذا كان يستطيع شراء الماء ولو كان بزيادة شيء قليل، لكن إذا كان يخاف فوات الرفقة أو يخاف على نفسه أو على ماله أو على فوات الرفقة أو يخاف فوات
الصلاة وقت الصلاة أو يبيعه له يعني بثمن مبالغ فيه، طيب، أو أنه محتاج لهذا المال، فإنه لا يلزمه الشراء، ويكفيه أن يتيمم، يكفيه أن يتيمم في مثل هذه الحالة. طيب، لو وجد شخصا يعطيه الماء بدون مقابل، قال تفضل هذا الماء، هل يجب عليه أن يقبله أو لا يجب؟ سؤال لكم، أنا أسألكم، اللي بيجاب يرفع إيده. واحد قال له تفضل ما يتوضأ، تيمم، توضأ لا تيمم. قال لا، أنا لازم يكون الماء ملكي، ما رأيكم؟ ها، لازم يتوضأ. اي نعم، ايه ايه حسب، ها، يقول اذا كان يمن عليه يعني اعطاه الماء وبعدين كل ما شاف تذكر يوم تحتاج الماي، انا اللي اعطيتك الماي، لو لا انا قال فضحتني انت الحين، ليتني ما صليت ذاك. فاذا كان له عليه منه، يقول بعض اهل العلم في المذهب انه لا يلزمه ان يقبل هذا الماء، اذا كان هذا الانسان يمن عليه بهذا المال ويؤذيه بالكلام في مثل هذا في مثل هذه الحالة، قالوا فلا يلزمه القبول. أما إذا لم يكن هناك شيء من المنة عليه، وهنشوف يعطي الإنسان يعني شخصيته وإنه لا يمن عليه أحد وكرامة النفس وكذا، يقول حتى لو كان الماء تيمم ولا تهين نفسك ولا تذل نفسك لأحد. على كل حال، إذا كانت تكون عليه منة ويشعر بها ويتأذى منها، فإنه لا يلزمه قبول هذا الماء. نعم، أحسن الله إليك. فإن تيمم قبل طلب الماء لم يصح، ويجب على من عنده ماء لا يحتاج لشربه بذله للعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. طيب، قال طبعا حتى شراء الماء، شراء الدلو، شراء الحبل، لو كان الماء موجودا لكن ما عنده دلو، وفي واحد يبيع، يشتري الدلو ويشتري الحبل حتى يأخذ الماء. قال فإن تيمم قبل طلب الماء لم يصح، لأن التيمم الأصل فيه عند فقد الماء، هو الآن لا ما يدري أنه فقد الماء أو ما فقد، لأنه ما بحث عن الماء، فلا يصح أن يتيمم قبل أن يتأكد في حقه أنه فاقد للماء. نعم، قال ويجب على من عنده ماء لا يحتاج لشربه بذله للعطشان، يعني كان الإنسان عنده ماء لا يحتاج لشربه أن يبذله للعطشان، هذه استطراد ولا لا دخل في موضوع التيمم. نعم، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. طيب، هنا لكن لو كان عنده هذا الماء يحتاجه للوضوء، عنده ماء قليل يحتاجه للوضوء، ثم وجد رجلا عطشان، يعني هل يعطيه الماء ليشرب ويعيش أو يقول لا هذا الماء للوضوء، فأيهما يقدم؟ قال يقدم، يعطيه للرجل، لكن اشترط أن يكون هذا الرجل أو هذه البهيمة محترمة، إذا لم يكن الرجل محترما أو لم تكن البهيمة محترمة فإنه لا يعطيه الماء، لا يعطيه الماء. والمحترم هو بالنسبة للبشر هو معصوم الدم، المحترم هو معصوم الدم، ومعصوم الدم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. لو جاءك مسلم يريد أن يشرب الماء لأنه قد يموت محتاج لهذا الماء، عطش جدا وأنت ما عندك الماء إلا الوضوء، تعطيه وتتيمم. لو جاءك يهودي أو نصراني يعيش بين المسلمين ذمي من أهل الذمة، فإنه أيضا تعطيه هذا الماء ليعيش ليشرب. كذلك لو جاءك معاهد بينك وبينه عهد، بين المسلمين وبينهم عهد، دخل البلاد مثلا بعهد بغض النظر عن ديانته، لكن دخل بعهد، فإنه كذلك تعطيه هذا الماء. كذلك المستأمن، من دخل بلادنا بأمان منا، كذلك
يبذل له هذا الماء. لا، إذا من الذي لا يبذل له الماء؟ الكافر الحربي المحارب للمسلمين، هذا هو أصلا يريد قتلك وهذا يجب قتله، فهذا لا يعطى له الماء، هذا يقتل أصلا في حرب مثلا بيننا وبين الكفار. مثلا واحد من الكفار يقول لك عطشان مثلا وانت عندك ماء للوضوء، ما تعطيه إياه، لأن هذا أصلا هو يريد قتلك وانت تريد قتله، فهذا لا يعطى، هذا يسمى غير محترم غير معصوم الدم. كذلك البهيمة المحترمة هي كل بهيمة لم يؤمر بقتلها، والبهيمة غير المحترمة كل بهيمة أمر بقتلها، كالفواسق الخمس التي أمر النبي بقتلها، العقرب والفأرة والحدأ والحية والغراب والكلب العقور، هؤلاء كلهم يعني يجب قتلها، فلا يبذل لها الماء. واحد مثلا ما عنده الماء قليل وشاف لحية قام وعطاها الماء، هذه مأمور بقتلها أنت أصلا، كيف تعطيها الماء وتتيمم؟ شاف له مثلا غراب هذا الأسود مثلا فأعطاه الماء وتيمم هو، لا يجوز، لأن هؤلاء هذه الحيوانات مأمور بقتلها، فهذه حيوانات غير محترمة، فلا يجوز بذل الماء لها والتيمم عند ذلك. نعم. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت. نعم، لا تيمم لخوف فوت جنازة، يعني يبي يصلي على الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فالموجودون الذين يصلون عليها يكفون كهذا الأمر. قال ولا خوف فوت وقت فرض إلا إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، يعني لأن عادة فقد الماء إنما يكون عند المسافر، لكن الإنسان اللي يعيش في الحاضرة نادر أن يكون فاقدا للماء، وإنما أكثر من يفقد الماء هو المسافر. فإذا كان المسافر يريد الماء لكن صاف دور حتى يصل دوره ويأخذ نصيبه من الماء، يبي يطلع وقت الصلاة وهو إلى الآن ما وصل دوره، نقول لا تيمم وصل، تيمم وصل. قال طيب الماء موجود، اي بس متى ستصل الماء؟ قال سأصل إليه، يعني حتى لو كان بعيدا مثلا الماء على مسافة ربع ساعة مثلا مشي على الأقدام، هو ما عنده سيارة مثلا مشي على الأقدام، يقول ربع ساعة وأصل إلى الماء، نقول طيب توكل على الله. قال بس يطلع وقت الصلاة بعد 10 دقائق، ماذا نقول له؟ تيمم وصل، لأن محافظة على وقت الصلاة أهم من الوضوء هنا، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم. نعم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبه ثم تيمم للباقي. نعم، هذه المسألة أنه إذا عنده ماء قليل جدا بالكاد يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه مثلا، هذا الذي يكفي له الماء، لكن لا يكفي لغسل الرجلين ومسح الرأس وكذا، ما يكفي، يكفي فقط المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فقط، قليل ماء جدا. قال يتوضأ بالقليل هذا، ثم بالنسبة لباقي أعضاء الوضوء التي لا يكفيه الماء لها يتيمم لها، فيكون جمع إيش بين الوضوء والتيمم لصلاة واحدة. وفي رواية ثانية في المذهب أنه يكفيه التيمم، يكفيه يعني إما يتوضأ كامل وإما يتيمم. نعم. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. نعم، عندنا الآن نجاسة الثوب، نجاسة البدن والوضوء، وكلها شروط لصحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة الوضوء، من شروط صحة الصلاة طهارة البدن، من شروط صحة الصلاة طهارة الملبس، ولا لا؟ عدل؟ إيه نعم، هذه 3 شروط لصحة الصلاة. طيب أنا عندي ماء يكفي لواحد من هذه الشروط، ماذا أقدم؟ أقدم الوضوء وأصلي بثوب النجس وبدن النجس، أو أقدم غسل الثوب وأصلي بدن النجس وأتيمم،
أو أقدم تطهير البدن وأصلي بثوب النجس وأتيمم؟ الذي على المذهب أنه يقدم في هذا الثوب تطهير الثوب، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم فيؤخر، ويبقى تطهير الثوب وتطهير البدن. يقول تطهير الثوب أهم من تطهير البدن، لأن تطهير الثوب شيء خارج عنك، بينما البدن جزء منك يمكنك حكه أو إزالته بهذا. أما الثوب فلا يكفي إلا غسله فتغسله، فيقدمون طهارة الثوب ثم طهارة البدن ثم الوضوء. نعم. ومن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة عليه. من عدم الماء والتراب، هذا اللي يسمونه فاقد الطهورين، يعني ليس عنده ماء وليس عنده تراب. يعني مثلا إنسان محبوس في حمام، مثلا محبوس في حمام أو في مكان النجس مثلا، ولا يجد الماء ولا يجد الشيء الطاهر الذي يتيمم به، أو واحد مثل مسوي عملية مثلا ومجبس يدين الثنتين مثلا، وليس عنده أحد يوضيه ولا أحد ييممه، فهذا ما، أو إنسان مربط مثلا مقيد مثلا محبوس عند الكفار أو عند مجرمين أو اللي يكون، طيب لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، يسمى فاقد الطهورين. فاقد الطهورين يعني عاجز عن الوضوء وعاجز عن التيمم. قال فهذا يصلي على حاله، يصلي عليه، يسمونه فاقد الطهورين. لكن قالوا فاقد الطهورين إنما يصلي للضرورة، وبالتالي لا يتنفل، لا يتنفل بهذه الضرورة. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها، بس صل الفرض ويكفي. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وجهلا. نعم، طبعا التسمية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى في تيممه، لكن قاسوها على الوضوء، وقد مر بنا أن التسمية عند الحنابلة واجبة، وهي الواجب الوحيد في الوضوء، وهو أن يقول بسم الله قبل وضوئه. قالوا كذلك بسم الله قبل اغتساله وبسم الله قبل تيممه، فيرون التسمية واجبة. والقول الثاني قول المذهب أنها مستحبة، وإذا قال تسقط سهوا وجهلا، سهوا يعني نسى يسمي، جهلا ما يدري أنه يجب أن يسمي على تيممه. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فروض التيمم خمسة. الفروض هي الأركان، بعضهم يعبر عنها بالفروض بعضهم يعبر عنها بالأركان. نعم. الأول مسح الوجه، الثاني مسح اليدين مع الكوعين، الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. نعم. التيمم أركانه مسح الوجه ومسح اليدين مع الكوعين. الكوع هذا، الكوع هو هذا، وعظم يلي إبهام كوع، وما يلي المنصر كرسوع، هذا يسمى الكوع، يسمى الكوع، وليس هذا الكوع، هذا مرفق، هذا المرفق اللي حنا نسميه كوع هو مرفق في اللغة. الكوع هو هذا العظم الذي يكون بين الرزق والساعد، هذا يسمى الكوع. فالتيمم ركنه مسح الوجه ومسح اليدين مع الكوعين، يعني يمسح الكف كلها مع الكوع الذي هو بين الكف والساعد، هذه تمسح كلها. قال مسح الوجه مسح اليدين مع الكوعين، هذان ركنان لقول الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. قال الترتيب في الطهارة الصغرى، يرتب كما جاء في القرآن: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين. هذا المذهب، أنه يشترط أو من الأركان من الفرائض أن يبدأ بالوجه. وفي حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التيمم قال: إنما كان يكفي أن تضرب يديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح وجهك ثم تمسح يدك اليمنى بظاهر بباطن كفك اليسرى ثم تمسح يدك اليسرى بباطن كفك اليمنى. هذا التيمم. إذن يشترط أو من أركان التيمم الترتيب،
الوجه ثم الكفين. وهناك قول آخر في المذهب أنه لا يشترط الترتيب، لو قدم اليدين على الوجه جاز ذلك. وفي صحيح البخاري رواية أنه قدم اليدين على الوجه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. لو مسح يديه قبل وجهه لا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل أن يبدأ الوجه، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه يقدم مسح الوجه على ظاهر الآية على مسح اليدين. قال: فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. يعني احنا مر بنا أنه إذا كان الإنسان مجروحا في بعض أعضاء الوضوء فإنه يتوضأ لغير المجروح ويتيمم للمجروح الذي لا يستطيع غسله، إن كنتم تذكرون مر بنا هذا. فيقول هنا: فيلزم من جرحه ببعض أعضاء الوضوء إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، يعني مثل ما يتوضأ كذلك يتيمم لهذا المكان المجروح ويقدم أيضا الوجه على اليدين. نعم. أحسن الله إليك. الفرض الرابع: الموالاة في الطهارة الصغرى، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. نعم، الموالاة في الطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى اللي هو الوضوء، والطهارة الكبرى هي الغسل. يقول: الموالاة في الطهارة الصغرى، يعني أن لا يؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه. يعني ما يصير إنسان يتيمم يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه ثم يجلس فترة ثم يمسح يديه. إذا قطع بفترة طويلة بين مسح الوجه ومسح اليدين هذا يسمونه قطع الموالاة. قطع الموالاة، الأصل بالموالاة أنه يأتي بالتيمم كله في وقت واحد، وإن تأخر شيئا يسيرا فلا يضر، لأنه لا تنافي الموالاة. فالموالاة هي المتابعة، أن يتبع العضو العضوة. قال: فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. طبعا هذا قلنا إذا كان تيمم لما يمنع غسله. نعم. الفرض الخامس: تعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على البدن، فلا يكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نوى جميعها جاز وصح تيممه عن الجميع. نعم، تعيين النية لما يتيمم له، نفس تعيين النية لما يغتسل له. تذكرون لما تكلمنا عن الغسل، لو كان الإنسان عليه جنابة ويريد أن يغتسل للجمعة مثلا، لو نسي الجنابة واغتسل للجمعة وهو على جنابة لكن نسي، قالوا هذا الغسل لا يكفي، لأنه لابد أن ينوي في الغسل الجنابة والجمعة، الجنابة والجمعة، لأنه يعني شيء يشترط له النية لرفع حدث الجنابة، رفع حدث الجنابة. كذلك التيمم، قال لابد أن ينوي بتيممه رفع الحدث الأصغر والأكبر إذا كان عليه حدث أكبر، لأن التيمم يكون بدل وضوء وبدل الغسل أيضا. لكن إن تيمم لجميعها، تيمم هو على جنابة وسيذهب الجمعة وهذا نقول ويصلي مثلا، نقول تيمم واحد، لكن أهم شيء تنوي في قلبك أنك تتطهر لجميع هذه الأشياء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: صفة نية التيمم أن يقول نويت بهذا التيمم استباحة صلاة الظهر مثلا من الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن، وإن كان عن جرح يقول نويت التيمم عن غسل العضو الجريح. نعم، هذا المشهور في المذهب، وهناك القول الثاني في المذهب وهو أيضا المنصوص به عن أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجهر بالنية، لا يجهر بالنية، لا يقول نويت، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم ما يقول نويت أن أرفع الحدث في هذا التيمم. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: مبطلات التيمم خمسة. الأول: مبطلات الوضوء الثمانية. نعم، مبطل يعني كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. قال: مبطلات الوضوء الثمانية، ذكرونا بها، يلا ذكرونا بمبطلات الوضوء الثمانية، يلا بسم الله. الحدث يعني خروج شيء من السبيلين، النوم العميق، قول ها الحدث الخروج شيء من السبيلين، لمس المرأة بشهوة، الردة، نواقض الوضوء،
الاحتلام، أكل لحم الجزور جيد، شو تقول؟ الغائط، إيه خروج شيء من السبيلين، خروج الدم، لا الإغماء، ذهاب العقل، أي نعم، وأكل لحم الجزور، مس الفرج، مس الفرج بدون حائل، هذه نواقض الوضوء. قال كل نواقض الوضوء تنقض التيمم، يعني الإنسان تيمم ثم أخرج صوتا بطل تيممه، تيمم ثم أكل لحم جزور بطل تيممه، تيمم ثم لمس امرأة أجنبية بشهوة بطل، تيمم ثم لمس فرج، وهكذا كل نواقض الوضوء إذن هي نواقض للتيمم. نعم. الثاني وجود الماء مع القدرة على استعماله. نعم، وجود الماء مع القدرة على استعماله. وجود الماء له ثلاثة أحوال، وجود الماء له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يجد الماء قبل أن يصلي، الحالة الثانية أن يجد الماء وهو يصلي، الثالثة أن يجد الماء بعد أن يصلي. طيب، واحد قبل أن يصلي قالوا ترى شافوا يتيمم، قال ترى في ماء، في ماء لا تتيمم، قال لا خلاص نويت أتيمم، شو نويت أتيمم مو بكيفك. طيب، فتيمم وصلى، هل تصح صلاته؟ لا تصح، لأن حضور الماء يبطل التيمم. أقاموا الصلاة، يريدون يصلون، وهم قبل أن يكبروا جاء صاحبهم قال معي ماء، اللي عند الماء، مو لما يطلعون شباب في سفر أو في رحلة أو شيء، كل واحد هذا معه الأكل وهذا معه الماء وهذا معه شنو بعد الفرشة ومع الخيمة، صح ولا لا؟ فالذي معه الماء وصل، فهنا ليس لهم أن يصلوا لأن الماء وصل. إذن حضور الماء قبل الشروع في الصلاة لا يجوز له أن يتيمم، لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم. وذلك نحن نقول في مثالنا إذا حضر الماء بطل العفور، يعني بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر التراب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. فإذن حضور الماء يبطل التيمم، واضح الصورة؟ هذا إذا حضر الماء قبل الشروع في الصلاة. طيب، كبر للعصر في الركعة الثالثة مثلا أو الثانية جاء الماء، نقول هنا يعتبر كمن انتقض وضوءه في الصلاة. شو لو واحد صلى وأثناء الصلاة خرج منه صوت أو ريح، ماذا يحدث له؟ تبطل صلاته؟ كذلك إذا حضر الماء وهو في أثناء الصلاة ولم ينتهي منها تبطل صلاته، وعليه أن يتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد. الحالة الثالثة إذا انتهى من صلاته بعد ما صلى وخلص وهم يذكرون الله يسبحون مثلا يهللون جاء الماء، هل يلزمه أن يعيد؟ لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لا يلزمه أن يعيد الصلاة. نعم. الثالث خروج الوقت أو دخوله في غير جمعة وجمع تأخير. نعم، خروج الوقت، خروج الوقت مبطل للتيمم، لأنهم يقولون مبيح يرفع الحدث لوقت معين، يبيح لك الصلاة فقط ثم بعد ذلك لا يرفع الحدث وإنما يبيح لك الصلاة، فلذا قالوا خروج الوقت تحتاج للوقت الجديد لتيمم جديد. ومن قال إن التيمم رافع للحدث وأنه بدل عن الماء يقول إن خروج الوقت لا يؤثر، وهذا هو القول في المذهب أيضا. نعم، قال في غير جمعة وجمع تأخير، لأن الجمعة يعني يختلف وضعها، وكذلك جمع التأخير، لأن جمع التأخير خرج وقت المغرب لكنه سيؤخرها مع العشاء، فهنا في حال جمع التأخير لا مانع من خروج وقتها ويصلي بهذا التيمم صلاتين. الرابع زوال العذر المبيح للتيمم. زوال العذر المبيح للتيمم، قلنا ما هي الأعذار؟ إما عدم الماء
وإما عدم القدرة على استعماله ولا لا؟ نعم. السبع اللي كان عند البير مشى، الناس اللي كانوا سيؤذونه واقفين عند الماء مشوا، الدلو الذي لا يجده وجده، يعني الذي كان مبيحا له الجرح الذي فيه ربط مثلا. فالمهم أنه إذا ذهب العذر لزمه أن يتوضأ. نعم. ويبطل التيمم الذي تيمم لأجله. نعم. الخامس، خلع ما مسح عليه من خف وجبيرة. هذا قياس على المسعى الخفين في الوضوء، لأن في المذهب إذا نزع الخف بطل الوضوء، قالوا كذلك إذا نزع الخف بطل التيمم من باب أولى. نعم. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته، وإن انقضت لم تجب الإعادة ولو لم يخرج الوقت. نعم، تكلمنا عليه هذا. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: صفة التيمم أن ينوي كما تقدم، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، والأحوط ضربتان بعد نزع خاتم ونحوه. نعم، يعني يقول صفة التيمم أن ينوي، والنية محلها القلب قلنا على الصحيح، ثم يسمي، والتسمية سنة في التيمم كما هي سنة في الوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يعني هكذا، ما يضرب هكذا وإنما يضرب مفرجتي الأصابع. وهذا ليس عليه دليل، وهناك قول في المذهب أيضا أنه لا يلزم تفريج، لو ضرب هكذا لا يضر، لو ضرب هكذا لا يضر إن شاء الله تعالى. قال ضربة واحدة، يعني يضرب ضربة واحدة فقط، فيمسح وجهه بباطن أصابع وكفيه براحتيه، يعني يضرب ضربة واحدة ثم يرفع يديه ويمسح وجهه كاملا بيديه، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، ويمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى. لو قدم اليسرى على اليمنى ما يضر، لو مسح اليسرى أولا ثم اليمنى ما يضر، ذكرنا هذا في الوضوء أنه لو قدم اليسرى على اليمنى لا يضر، كذلك في التيمم لو قدم اليسرى على اليمنى كذلك لا يضر. والأفضل أنه إذا ضرب في الأرض، خاصة إذا كان على التراب، إذا ضرب في الأرض ينفخ فيهما في يديه، حتى إذا كان علق شيء لا يؤذيه، لا يدخل في عينه أو منخره أو كذا، فينفخ في يديه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه. قال والأحوط ضربتان، هذا في مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد أنه يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، ضربة للوجه وضربة لليدين، والأظهر الله العالم ضربة واحدة تكفي. نعم. ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. نعم، الذي ينتظر الماء مثلا قال له سيأتي الماء بعد نصف ساعة وباقي على الوقت ساعة، الأفضل أن ينتظر، ما يقول لا أنا ودي أصلي بأول الوقت، نقول لا، الماء سيأتي، لا يباح لك أن تتيمم وإنما تنتظر. إذا قال لا، الصلاة صحيحة إنه حاليا غير واجد للماء، خاصة إذا كان في الوقت المختار، لكن الأفضل تأخير. نعم. ومن تيمم لفرض جاز له أن يصلي ما شاء من فرض ونفل، فإن تيمم لنفل لم يصلي به فرضا. نعم، هذا نفس الشيء على القول بأنه هل التيمم مبيح أو رافع. نعم، والصحيح يصلي ما شاء فيه من فروض حتى لو خرج الوقت. نعم. فأعلى ما يباح بالتيمم فرض عين، فنذر صلاة، ففرض كفاية، فنافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. اي نعم، يعني التيمم يباح في هذه الأشياء كلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.